أولا غزة استشهد منها إلى الآن من 7 إلى 10 آلاف، بتكلم في آلاف. الجزائر استشهد منها 7 ملايين، لم يقل هذا أحد أنه عدد كثير. أمال إيه بلد المليون شهيد؟ المليون شهيد هؤلاء كانوا في حرب التحرير لآخر 7 سنوات. فرنسا احتلت الجزائر 132 سنة، والجزائر قامت ب15 ثورة تحرير، يعني 4 أجيال. الجد عمل ثورة تحرير واستشهد، فجاء ابنه عمل ثورة تحرير واستشهد، جاء الحفيد عمل ثورة تحرير واستشهد، الحفيد الرابع الجيل الرابع انتصر. فما دام راية الجهاد مرفوعة وراية الثورة مشرعة وهناك من يقدم دمه وبيته وأولاده فداء لوطنه، فنحن على طريق النصر.